جديد بأنسه الحلو الفريد شهر الهدى. الطاعة الأولى التي سأتناولها في هذا الشهر هي الإيمان، لأن الأعمال الصالحة والطاعات لا تقبل من غير الإيمان. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فأصل الإيمان هو أن يصدق القلب بأن الله إله واحد، وأن الرسول حق، وأن جميع ما جاء به الرسول حق. فمن صدق بقلبه وأقر بلسانه فهو مؤمن مسلم. ثم الإيمان بعد ذلك يزيد ويقوى بكثرة الطاعات وترك الشهوات المحرمة. ثم كلما أتعبت النفس في الطاعات وأخلصت النية لله تذكر فضل الله عليك، فهو الذي أقدرك على الخير وحبب إليك الطاعات. رزقنا الله طاعته في هذا الشهر الكريم، ووفقنا الله لما يحب ويرضى.